السلام عليكم. في الاول عايز اسلم على كل الفقدية، والموضوع ده انا عامله انا وشهاب حبيبي هنتكلم فيه. هو فكرته مش جديدة، بس اللي هو موضوع صوتي لو بس عشان اختصار، يعني الناس ما بتحبش تقرا وكده. هو الموضوع ده بيتكلم على بلسان محمد فؤاد، ده عنوانه، اللي هو زي ما احنا شايفين قدامنا في الصور كده اللي متاخده من حواراته في الصحافة، ان محمد فؤاد كل ما بيتسأل في اي حوار صحفي ماذا عن الالبوم بيقول قريبا، وانه سلم الماستر لشركة روتانا وخلاص، يعني الالبوم قريب جدا يبقى في السوق. فالمفروض زي ما كل الناس عارفة ان الماستر لما بيتسلم مفيش اسبوعين اللي هما بتوع الطبع، وبنلاقي الالبوم في السوق زي كل البومات روتانا. ولو هيبقى شهر المفروض ان الدعاية بتبدأ قبلها يعني باسبوعين برضه. طب فؤاد النهاردة 12 في الشهر، والشهر 30 يوم، يعني فاضل اسبوعين والشهر يخلص، والمفروض ان هو الالبوم في اول 5. ده على لسانك، الالبوم ملوش اي معالم لحد دلوقتي. طب انت يا فؤاد كل كلامك ده بتكذب علينا مثلا، ولا بتكذب على الناس، ولا بتعمل ده على نفسك، ولا ايه؟ ما احنا مش فاهمين، غير ان احنا خلاص جمهورك فقد الثقة فيك، يعني هيفقد الثقة تاني ايه زيادة عن اللي هو اللي احنا فيه ده. صدقناك شوية بعد ما رجعت التصريحات المسلسل وحسيت انك شغال بجد. طب ايه؟ انت بتثبت لكل الناس كالعادة انه قريب وبتعشمنا، وفي الاخر هيبقى في ظروف خاصة زي كل مرة. يا رب تعملها يا فؤاد، وتحاول ترجع ثقتنا فيك عشان احنا نفسنا نسمعك. ممكن تقول احنا خلاص وصلنا لمرحلة مش عايزين كلمة تريحنا، احنا عايزين الحقيقة من لسان فؤاد حتى لو حد زعلنا، بس على الأقل هنستناه واحنا واثقين في كلمته وانه هيوفي بوعده معانا. بنحبك يا فؤاد.